أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusia Tuan Pengerusi, berbahagia Tuan Imam, bahagia Tuan Kuasa, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan yang mati Allah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Syukur kita atas nikmat kurnianya, atas nikmat iman dan takwa pada Allah SWT. Di atas nikmat limpah kurnia Allah pertemukan kita pada malam ini untuk sama-sama kita bermunajat pada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa kita sekalian di Korea. Saudara kita dan generasi kita ila yaumiddin, dikekalkan petunjuknya, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang halal lagi penuh barakah, diberikan kehidupan yang penuh kesejahteraan, membawa kepada ibu ayah mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين شاءل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي ممر حقي وسلسلة المشايخ الحوجكن أجمعين شيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رؤسي حجي فضل أبو بكر بنتان وإلى رؤسي جناجي عثمان أزري شعلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أعضاء جماعة الهجكان أجمعين شلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا كافي المهمات 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 اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا دافع البلايا 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا شافي الأمراض 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 اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqada wa tanfariju bil quraba wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqada wa tanfariju bil quraba wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqada wa tanfariju bil quraba wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wallahu ghalibun ala amrih. 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 Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahida. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahida. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahida. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahida. La ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahida. La ilaha illa anta. Ya zal jalali wal ikram. 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 Afdhalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى بالآمنين برحمة الله وكرامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في سول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد من بالعلم والأسرار وما زين فرد والأنوار وما الجل أمة والأبرار ومهمة جبريل في الليل والنهار وحبيب الله ستار الذي أنزل عليه أفضل الكتب والأسفار سيدنا وشفيعنا محمد المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطنا محبتك ومعرفتك ونسألك اللهم بعزتك وجلالك وجمالك وقدرتك وكبريائك وعظمتك
وبحق سري أسرار أسمائك العظام وأنبيائك الكرام وأوليائك الفخام وملائكتك المقربين عليهم الصلاة والسلام وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق هذا الاسم العظيم الله 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 أن توفقنا لنظر إلى وجهك الكريم وتقضي حوائجنا وتفتح لنا أبواب العلوم والكشوف وتفيض علينا من بركات العرشي والكرسي واللوح المحفوظ وتتجلى في قلوبنا بأنواع التجليات والأسرار كما أفضت وتجليت على قلوب أنبيائك وأصفيائك أجمعين بلطفك وكرامك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم إنا أقمنا أنفسنا تحت هذا المزاب محمدي حقيرا ذليلا مذنبا مستشفعا فيسرنا أنواع تجاليات إلهية وأسرار ملائكتك القدسية وهمام أوليائك الربانية وفيضات حبيبك المحمدية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لله الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kita baca sama-sama insyaallah Bismillahirrahmanirrahim آمين آمين يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته لي ورضيت بما قسمت لي ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله تمسيبانيا Ghafurna wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallah.